بئر عدا أحد الآبار التي كانت موجودة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء للمدينة في مثل هذه الأجواء والرطب على النخيل في نفس هذه المنطقة مزرعة بئر عذق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوه الصحابة العظام رضي الله عنهم وأرضاهم في هذه المنطقة البقعة الطاهرة. وهذه الآن أو هذا البئر وهذه المنطقة شاهدة على هذه السيرة والتاريخ المجيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه النخيل تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. هذه النخيل وهذه نخيل عالية، واللابة هذه حجار اللابة والحجارة البركانية أو الحمم البركانية. ويا لجمال هذه المنطقة، والأجمل منها أنك تعرف أنك في عالية المدينة، في نخيل المدينة، في منطقة تشرفت بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. طبعا احنا الان في ذي الحجة، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل في ربيع، ربيع الأنوار. وكان سيد بني عمرو بن عوف كلثوم بن الهدم، وكان عنده غلام اسمه نجيح. فنجيح لما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم عذق من رطبات، واستبشر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم نجيح، وقال سيدنا أبو بكر نجحنا ومن الرطب، قال رطب وأمرنا، كانوا بجوار هذا البئر. هذا هو طبعا فوهة بئر، بئر عذق اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نستفيد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استبشر بالأسماء الحسنة، نجيح ورطب. كذلك عليه الصلاة والسلام لما كان ربما في هذا المكان وحصلت قصة الاستضلال، ما كانوا عارفين أيهما النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا أبو بكر، حتى ارتفعت الشمس فخلع سيدنا أبو بكر رداءه واستظل به للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هذا المكان كان الأساس فيه هناك أطم وحصن اسمه المستظل قبل قصة الاستظلال، وأطم اسمه الشنيفة والشنيف. وكان لأحيحة عدة أعطام، أعطام كثيرة. أحيحة هذا كان هو زوج سلمى النجارية اللي هي أم عبد المطلب. طبعا بعد ما طلقها وتزوجها هاشم، أنجب هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم شيبة، وفيما بعد سموه عبد المطلب. لما جاء عمه المطلب أخذوا على مكة فرأوه فقالوا أتى المطلب وعبد المطلب. الله يبارك لآل أبو النصر على هذه المزرعة. وهذا الماء اللي سبحان الله الآن يتجاوز هذا البير عمره 1041 سنة. الله أكبر، ربي يبارك للمسلمين أجمعين. ما شاء الله الآن أصبح عندهم محل الرطب، كذلك محل الهدايا والذكريات في نفس المزرعة، مزرعة بئرو عذق. تشتروا المعطرات وبعض من الهدايا، كلها صنع المدينة ومن المدينة. ما شاء الله تبارك الله. اليوم الأحد 12 ذو الحجة 1441، أمطار خير وبركة. يا رب صيبا نافعا. ما شاء الله تبارك الله. هيا مين يعرف هذا المجرى إيش هو؟ ما شاء الله تبارك الله، يا رب يزيد وبارك. وأنا برضي الآن فوق عبارة.